أتحدث اليوم بصفتي مقرر للجنة حماية الأموال العامة حتى أعطي للشعب الكويتي تقرير مختصر عن أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول. عقدت اللجنة خلال الفترة الماضية عدد 21 اجتماع بإجمالي ساعات تجاوز 33 ساعة عمل. استطاعت اللجنة لله الحمد خلال هذه الفترة برفع ثلاث تقارير. التقرير الأول كان بتاريخ 24 يوليو وهو التقرير نصف السنوي لنزاهة. التقرير الثاني تم رفعه بتاريخ 18 سبتمبر عن قضايا المال العام خلال الفترات من سنة 2020 إلى 2022. والتقرير الثالث رفع اليوم بتاريخ 30 أكتوبر وهو تعديل تقرير عن عدد من المقترحات اللي وردت للجنة عن اقتراحات طبعا بقوانين لتعديل قانون 1/93 بشأن حماية الأموال العامة. وقد درست اللجنة جميع هذه المقترحات واستطعنا اليوم بحمد الله أن نرفع تقرير بهذه التعديلات إلى مجلس الأمة حتى يناقشه في جلساته القادمة. واحنا يعني في اليوم الاخير من دور الانعقاد الاول وقبل بدايه دور الانعقاد القادم او الثاني اللي راح يبدا يوم غد، احب اشكر اخواني اعضاء اللجنه، الاخ مهلها المضف رئيس اللجنه، وكذلك الاخ اسامه الشاهين والاخ جراح الفوزان والاخ متعب الرثعان. كذلك ما يفوتني صراحه ان اتقدم بالشكر الجزيل للاخوان والاخوات اعضاء المجلس المكتب الفني على جهودهم الكبيره صراحه، يعني هم كانوا داعمين ويعني مجتهدين خلال الفتره الماضيه، وكانت اسهاماتهم للامانه اسهامات كبيره في التقارير اللي رفعتها اللجنه خلال الفتره الماضيه. اخص بالذكر الاخت فاطمه المزين رئيس اللجنه، رئيس المكتب الفني للجنه، وكذلك الاخ ناصر السلاحي، والاخت ساره الارملي، والاخت منيره بكحيل، والاخ باسل صفر، والاخ احمد زيد، والأخت حصة الهاجري، والأخت منيرة بن حيدر، والأخت منيرة المطيري، كذلك السادة المستشارين السيد المستشار محمد الحمصاني والسيد خالد الطراح، وكذلك الدكتورة سحر الحملي. هؤلاء الأخوان والأخوات في المكتب الفني كان لهم دور كبير فيما أنجزت اللجنة من قوانين ومن تقارير، وبإذن الله يكون دور الانعقاد القادم اللي راح يبدي باكر إن شاء الله تستكمل اللجنة بتشكيلها الجديد التقارير أو المقترحات والمواضيع التي موجودة على جدول الأعمال، وكذلك المواضيع التي ستدرج على جدول الأعمال اللجنة. جدير بالذكر أن أتحدث عن التكليف اللي ورد إلى اللجنة من قبل مجلس الأمة ببحث الشبهات المرتبطة بالمدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اللجنة عقدت عدد من الاجتماعات لهذا الموضوع، وإن شاء الله اللجنة القادمة ستستكمل بحث هذا الملف، لأن الملف حجمه كبير ومرتبط يعني ملفات كثيرة وبأحداث كثيرة، وارتأت اللجنة أن يعني تتريث في رفع تقرير لهذا الموضوع على أن يرفع إن شاء الله خلال الفترة القادمة وفي بداية دور الانعقاد القادم بعد أن يستكمل التقرير جميع المواضيع المرتبطة، ويكون تقرير إن شاء الله شافي وكافي يشرح للرأي العام كل الأمور المرتبطة بهذه القضية.